السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من مدينة سطات مع واحد سهرة فنية مع واحد الفنانة معروفة يعني ميلودة بنت حبيبي اللي من الهواريات المعروفين بمدينة سطات في إطار هذه السهرة الفنية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة. تفضلي يا أختي ميلودة، بغيناك تكلمي لنا عن البداية ديالك. السلام عليكم، انا سميتي ميلودا بنت حبيبي، كنسكن في سطات. انا 22 عام وانا في هذا الدومين، ودابا بغيت ندير شي قناه بوحدي، بغيتكم تدعموني. كنطلب منكم باش تدعموني ندير شي قناه بوحدي. صافي، نعم، هذا هو هذا هو الطلب ديالي. بهذه المناسبه يعني ديال العام الجديد، شنو الرساله اللي كتوجهيها؟ كنتمنى لهم سنه سعيده للمغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا يعني الاخت ميلودا بنت حبيبي، يعني غادي نخليكم الان مع الاخت ميلودا والمجموعه ديالها في هذه السهره الفنيه. تفضلي. شكرا. Yeah.